وصلنا إلى فقرتنا الأخيرة، رح نروح مع الصناعات اليدوية وفن الكروشيه. هيدا الفن يلي يعد شكل من أشكال الحياكة يلي بتم باستخدام سنارة خاصة فيها. رح نحكي عن هالحرفة، عن هالمشروع الصغير اللي شوي شوي رح يصير عالمي مع السيدة رندا القلفي. صباح الخير، صباح النور أهلا يا هلا، وسهلا فيك. اهلا فيك يا قلبي، اهلا وسهلا فيك اهلا ويسعد فيكي صباحك. عم وصباحك. نحكي عن الكروشيه، تمام خلينا اول شيء نتعرف على هذا الفن معك وبعدين نفوت على موهبة. تمام، وهلا الكروشيه هو فن حياكه الخيط مع بادوات بسيطه، فهي الخيط مع السناره ممكن نحن نعمل منتجات كثير حلوه فيه، وهو يعني متوارث يعني من جيل لجيل وتعلمنا الكروشيه هذا. تمام، لكن هيك خلينا نحكي اليوم معنا سنارات كثيرة، أنت سنارات. بتشتغلي بسنارة واحدة صح؟ تمام، عنا أنواع كثيرة، أنواع لكل كثير. قطبة لها سنارة، لا هي بتحبي؟ مو لكل قطبة، مو عفوا هو لكل لنوع خيط. خيط بالضبط. شفتي إني بعرف لكل خيط، خلينا تمام. لكن نحكي هلا في نحن إذا بدك نشتغل شيء على الهواء. هلا ممكن نحن لكل خيط له نوع سنارة الخاص فيه، بس الخيط الرفيع بناخذ له سنارة رفيعة، وحتى الخيط السميك بنشتغل فيه كمان سنارة، واللي بيهن بيجوا الأسماك الشي، والأنواع الخيوط كتير كتير، القطن مثلا، الحرير، الخيوط الكليم هلا اللي هلا ضعيفة. هي شو؟ هي مخدة بيبي، هي بشو مشغولة؟ مشغولة بخيط القطن، المعيل الدامسة. هيك تمام. قديش أخذ الشغل معك؟ هلا هي يعني على حسب الإيد اللي بتشتغل، ف اللي بتعرف تشتغل من قبل فبتاخذ شغلة يومين ثلاثة ممكن انه تخلص. وهي مشغول كل شيء لحال، اي يعني طبعا هذا مشغول لحال، اي طبعا كل شيء لحال وموصولين بالضبط. فهو اللي وقت بشتغلها بحس حالي عم برسم، مع اني ماني شاطره بالرسم. لا كثير حلوين. كمان يعني رندا خلينا نحكي، ايمت بلشتي؟ من قبل قلتي لي بالضبط، ولكن خلينا نحكي هيك كيف طورتي حالك بالزبط. مع الموضه الجديده بالزبط. خلينا نقول تمام. هلا مثل ما حكيت انا الفن الكروشيه متوارث يعني انه من جيل لجيل، فانا عندي ماما وخالته بيشتغلوا، ماما بتشتغل تريكوت سنارتين والكروشيه خالته، فتعلمت منهم، ومع الاستمرار انه صرت اتعلم وطور حالي، ودخلت ادخل على النت مثلا، اشترك بصفحات، افتح يوتيوب، طورت حالي لحد ما وصلت لعائلتي الثانيه اللي هي الحرف، الشركه السوريه للحرف، فهنيك لقيت مكاني انا، يعني حسيت حالي انا لقيت مكاني اللي انا بدي اياه، وهنيك انتقلت موهبتي اكثر صار عندي تقنية وتكنيك أكثر، وصلت للحرفية الحمد لله، ولا أنا منك مشرفة ومدربة. ها حلو، يعني نحن بلشنا كمنتسبين بعدين طورنا صرنا عم نشرف على بالضبط. سيدات بالضبط تمام، يعني بنشوف لها قديش في حرفية وفي رتابة بالشغل في وأناقة. تمام. هون كمان سلة معلبة، ايه هي سلة ممكن تكون لبيبي، وممكن نحن نعمل أكثر من موديل ل حتى هلا على الايستر أرنب فينا نحطها بقلبها على البيت بعيد الفصح. الأفكار من وين بتجيبيها؟ يعني أنت بنشوف الرسمات اللي بتشتغليهم هن حديثين نوعا ما، يعني بلبوا الأذواق اللي عم تكون هلا حاليا، من وين بتجيب الأفكار؟ هلا هو في عنا نحن بالشركه مهندسين هم بيطلعوا الموديلات ونحن بننفذها، وغير انه الواحد بده يشتغل لحاله كمان بشوف النت وشوف شو اللي جديد، شو النازل جديد، الخيوط شو الجديد فيها، الالوان هيك، وممكن انه يبدا الشيء اللي بده يعمله. نعم رندا، فينا نشوف شيء شغل على الهواء حابه تفرجينا اياه بالخيط رفيع ولا سميك؟ خلينا سميك. نجرب بالسميك، هو هذا اللي بنشغل فيه السلال مثلا، لانه قاسي صح؟ لانه قاسي تماما، هو بكون سنارته كبيره وغرزه بتطلع. طيب رندا بعد ما تخلصي من هذا الخيط ما بتحطي بنشا او شيء مش عم يضل لا لا ثابت؟ لا, لا هو هذا هو هيك، ان هي حلاوته انه هو هذا هيك، يعني بيطلع سميك وما بده اي شيء. شو اسمها؟ شو يعني لا اسم هي العقده اللي عم تعمليها او هل هي عقده بدايه؟ هي غرز الكروشيه في لها اسماء، المكنوزه والمصعمود والعمود
وفي غرز كثير كمان ممكن الواحد يستخدمه. نعم، خلينا نحكي عن التعليم، يعني قديش حلو اليوم تلاقي جيل جديد من الصبايا من الشباب حابين انهم يتعلموا كروشيه، حابين انه يعملوا اعاده تدوير لتياب لاساس عندهم بالبيت، كيف منبلش مع هالشباب الصبايا لحتى يضلوا حابين المهنه؟ بالضبط بالضبط. هلا نحن بنعمل دورات احيانا. اوكي. بلشنا كنا باخر السنه الماضيه عملنا دوره مبتدئ، وكثر ما انه السيدات حبوا القصه وهيك عملنا لهم كمان دوره متقدم وطلع منه شغلات كثير حلوه. ايه، وانا بشجع انه يعني حتى لو ما بدك تمتهنيها هي القصه وتكون انه هي شيء يعطيك وارد مادي، هو لبيتك لزوجك لاولادك، لحتى لانه بتدخل بالملابس بالحقائب، ممكن نشتغل شيء لديكورات البيت. بالاضافه لهيك سلال مثلا العاب للاولاد، فكثير شغلات ممكن انه الواحد يتعلمها لحتى يفيد حاله قبل ما انه يكون مهنه لايده. صح. طب بده يتعلم كروشيه في اي حدا يعني مثلي انا ولي ما بنعرف ابدا، فينا نقدر نتعلمها ولا؟ طبعا طبعا، ما في شيء يعني ما حدا يعني هي كثير بحب هذا بالضبط، انه يعني كنا بنقدر نتعلم هذا. يلا تمسكي هاتي لنشوف، هاتي لجرب. فهي انه بدك انا بوقت بعلمه انه 1 2 3، فهيك بلشي من الاساسيات من الصفر. يلا اعطيني لشو تجربي. 1 2 هيك، ايوه، وثلاثه بهي وهي بنمسك القطعه اللي بدنا نشتغل فيها، يعني هي. اي تمام صح. اي هلا بنلف الخيط على الابره ونطلع من الحلقه اللي موجوده هون. كيف ما عارف بس قولي لي كيف هيك. هلا بتطلعي من الحلقه هون. اوكي اوكي، يلا كفوا الحلقه. كفوا الحلقه، فينا نعتبر تجربي. لا انا اكيد والله صعب. كيف بتعملوا هيك؟ هلا هي من البدايه، هلا نحن عندنا كثير سيدات وقت بنبلش فيهم بكونوا ما بيعرفوا يمسكوا السناره حرفيا، يعني بس من اول درس بتلاقيها مسكت السناره، وايه انه خلص هي رح تشتغل قطع، يعني حتى باخر نهايه الدوره بتلاقي سيدات عملوا قطع كامله يعني. طيب في سيدات اجوا لعندك ويعني خلص قلتي لهم انتم صعب مستحيل تقدروا تتعلموا؟ هلا اللي مو حاببها. هي شرط اساسا لازم يكون عنده شغف وحابه. طبعا يعني انه تحبي انت الشغله اللي عم تعمليها بتبدعي فيها. يعني واللي بيكون حابه انه يتعلمها اكيد يعني ما راح يقول لا انا ما راح اقدر. نعم. ست رندا اكيد لك عديد من المشاركات بمعارض ببازار، وايضا كنت مشاركه بعديد من المعارض لحتى تسوقي لبضاعتك. أيه لحتى تسوقي لهالمنتجات الحلوه، بالاضافه يمكن لكثير اساليب طبعاً، كانت على السوشيال ميديا ولا طبعاً من قبل الناس. خلينا نحكي عن افكار التسويق، كيف بلشتي فيها بالضبط وعن المشاركات. اي تمام. هلا كل ما انه كان في مناسبه، بتعرفي انه بصير بازارات كثير، وكل ما كان في فرصه انه نحن نشارك بالبازارات بنشارك فيها. أوكي. فهي فرصه انك يتعرفوا الناس على عيد المرأة، عيد الحب، أي شيء. تماما، أي شيء يعني نحن ممكن بأي مناسبة نعمل شيء خاص لهذا الشيء، فالوقت بصرنا فرصة نحن نشارك بالبازارات، نشارك حتى نعرف الناس أكثر على هي الحرفة وعلى جماليتها وقديش نحن ممكن نستفيد منها، وفرصة ثانية إنه نحن نسوق نحن الشيء اللي عم نشتغله ونطلعه. طيب شو هيك اذا بالختام ممكن حابه توجهي رساله لكل سيده حابه تبلش مشروع، كل ست يمكن حبت شاف حضرتنا وحبت تتعلم الكروشيه، شو بتعطيها نصيحه من خبرتك؟ اي انا هلا بشجع اي حدا مهما كان، يعني كانت ست بيت ولا كان كبيره ولا صغيره، حتى يعني حتى شباب، يعني في انا كثير شباب بيسالوني ممكن نحن نتعلم هذا الشيء؟ طبعا نحن اي والله ايه. فانا بشجعك اي حدا حابب يتعلم هاي، حتى لو ما مثل ما حكيت انه ما بده هو يمتهنها، هو بس انه يعرف يشتغل فيها لحتى يساوي شيء لإله مثلا، يعني حتى وقت بدك تهدي هديه انت او هذا، حلوه تكون انت شغلتيها بايدك. ايه، فمن باب المعرفه ليش لا، يخلي الكل يتعلم مهما كان شو ما هي. بنعرف بعرف كثير انه دكاتره مثلا ولا صيدله ولا هيك تبعوا دورات واشتغلوا فيها، بس انه لمجرد انه نحن نعرف هدول القصص. نعم. ست رندا لكل هيك حدا بينضم لك لحتى تعلميه، كيف بتحتضنيه كقلب ام
كظروف صعبة نحن عم نعيش فيها، قديش يمكن فيها فشة خلق هيك بالضبط، هي بتعلم الصبر بتفرغ طاقة بالضبط وبتعلم الصبر وهيك. بالعكس أنا كثير بكون مبسوطة إنه وقت بكون عم بعلم حدا وبحاول انه يحب هذا الشيء اللي هو اللي عم يشتغله. ايه فالحمد لله يعني كل البنات اللي نحن علمناهم هيك ف يعني حسيتهم انه حبوا عن جد، حبوا هذا الشيء الحمد لله. هلا المعروف عن الكروشيه اكثر انه هو السيدات والفتيات بيميلوا له، شي مره اجاكي شاب حابب يتعلم الكروشيه؟ ايه في عندي انا اولاد اختي وهيك انه شباب، انه خالته ممكن انه تعلميني شو اعمل وشو ساوي فيها، حابب يتعلم. ايه فعلا يعني وقت بكون ما بقول لك انه شيء حابب يتعلمه ان كان شاب وان كان صبيه وهيك شو ما كان ممكن انه يشتغل فيه. نعم. تجارب كثيرة صارت بتعكس قديش المرأة السورية صاحبة إرادة، صاحبة عزم، صاحبة قلب كبير، ويمكن بأي مجال كان وبأي عمر هي بتبدع وبتقدر تكفي طريقة. اليوم قبل ما نختم هيك ايش بتحبي توجهي رسالة لكل السيدات السوريات يلي مرقوا بظروف كتير صعبة؟ مرقنا بظروف كلنا صعبة، إن كانت الحرب، كورونا، ووضع اقتصادي صعب، قديش مهم انه نبلش من الصفر، قديش مهم انه نحن نكفي طريقنا ونكون معيلين وما نعتمد على حدا حتى لو شو ما صار. تماما، فنحن يعني نقدر نعمل اي شيء، وحتى لو كان مهما كان عمرنا، مهما كانت ظروفنا، نحن بنقدر نبلش باي وقت وباي عمر نبلش نحن، حتى لو يعني بشغلات بسيطة. أوكي. مثل ما بتقولي انه عندي مثلا قطعة انا قديمة ممكن فكها وارجع بالضبط ارجع اشتغلها وارجع اعملها، ان كان بدي انا استفيد منها ماديا وان كان انه لعائلتي واولادي. بالختام اكيد بدنا نشكرك اليوم لوجودك معنا السيدة رندا، ولكل هاي الطاقة الحلوة اللي مديتينا فيها. شكرا كثير لكم.